الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، وقدره أهل العلم بتسبيحة واحدة، يعني لم يثقلوا على الناس، قال تسبيحة واحدة بمقدار تسبيحة. كم تأخذ منك التسبيحة؟ ها؟ قل سبحان الله كم أخذ؟ ولا شيء. لكن في ناس في معجلة حتى سبحان الله يريد أسرع من سبحان الله على طول مباشرة، يركع يرفع يسجد، على ماذا؟ على ماذا؟ فهذه السرعة في الصلاة التي تفقده الطمأنينة لا تصح معها الصلاة، فلا بد أن يطمئن في صلاته. نعم.